الله وبركاته. هذا مقر الحربي يحييكم، مركز دعم المنشآت التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في أحد لقاءات أسبوع الاندماج والاستحواذ. راح نتعرف اليوم معكم في ما هي الطرق القانونية لمواجهة التعثرات المالية. أيضا سنتطرق إلى تطبيق نظام الإفلاس على المنشآت المتعثرة. كل هذا وأكثر تحت عنوان مواجهة التعثرات المالية من الناحية القانونية، تقدمها لنا أمين الإفلاس والمحامية الأستاذ وجدان الحصيني. بإذن الله تعالى لقاءنا اليوم ستكون مدة إجمالية 45 دقيقة، 30 دقيقة منها راح يكون المحتوى، وآخر 15 دقيقة تتاح الأسئلة والاستفسارات عبر أيقونة الـ Q&A لديكم أسفل الشاشة. أهلا وسهلا أستاذ وجدان، حياك الله، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم جميعا. اليوم راح نتكلم عن مواجهة التعثرات المالية من الناحية القانونية. طبعا أنوه بأن الدورة ليست للمختصين القانونيين، بل لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. طبعا لو جينا حد نتكلم عن الجانب القانوني لتعثر المنشآت، راح يكون جانب إجرائي بحت، اللي هي كيف طريقة حل المشكلة القانونية بعد حدوثها او ممكن قبل حدوثها بطرق تحمي من الوقوع في المشكله التعثر المالي. طبعا التعثر المالي قد يشمل اكثر من موضوع واكثر من مجال، ممكن يكون مجال اداري، مجال تسويقي، امور عده ممكن يكون في النقص بزيوده. لكن من الناحيه القانونيه نرى بان تعثر الشركه جميل. الله يعطيك العافيه، ما قصرتي. اتوقع في بس اشكاليه، قاعد يقطع الصوت عشان بس تابع الورشة بشكل جيد. تمام، خليني أشوف لك المشكلة. أعزائي الحضور، لحظات بس نعدل إن شاء الله بإذن الله الاتصال، نشوف إيش الإشكالية وبإذن الله نبدأ معاكم. نكمل ما سبق. من الناحية القانونية نرى أن تعثر الشركة له عدة أسباب، يعني أسباب ممكن تكون بداية المشروع، مثل إهمال العقود. تجيك مؤسسة يعني بالظاهر مؤسسة لكن فيها أكثر من شركة، طيب عقود الشراكة هذه كيف؟ طيب تقسيم الأرباح هذه كيف؟ يعني ممكن يكون بين عقود شرعية وعقود أخرى قد لا تصل إلى مرحلة عقد المحاصصة الذي يمكن إثباتها الله. الأمر الثاني يمكن يكون تأخر تحصيل الديون. طبعا إيش مشكلة تأخر تحصيل الديون؟ مشكلة تأخر تحصيل الديون بالعقد، يكون العقد غير محكم، عقد غير ملزم. يعني إذا أنا مثلا قاعدة وقعت عقد مع شخص المفروض أن يحول لي مبالغ مالية، إيش هذا العقد؟ إذا أنا هذا العقد غير محكم غير ملزم، أنا بحس أنا راح يعني بتصير عندي تعاني، لأن الأشياء ما راح تجي، ما راح تجي. أو زي ما قلنا مشاكل بين الشركاء لعدم تنظيم العلاقة التعاقدية بينهم. أعزائي الحضور، حياكم الله في ورشة العمل اليوم، لقاء اليوم. مثل ما أنه التقنية كالعادة لها تحديات، أيضا قاعدة تخدمنا وتجمعنا فيكم في هذه الأوقات. بإذن الله حنكمل ما بدأنا به. تفضل أستاذ. نكمل ما سبق. طبعا مرة نعتذر عن الخلل التقني. كنا نتكلم احنا عن التعثرات المالية من الناحية القانونية، الحين بندخل احنا بالموضوع المادة العلمية اللي راح نتكلم فيها اليوم. انا قسمتها على 3 اقسام. القسم الاول اللي هو قبل التعثر،
القسم الثاني اللي هو أثناء التعثر، القسم الثالث اللي هو بعد التعثر، اللي مو إيش ممكن أنا أسوي، إيش الإجراءات اللي ممكن تسويها المنشأة في هذه الحالة. نبدأ نتكلم الحين من قبل التعثر. لازم نحدد حنا المشكلة القانونية التي قد تسبب التعثر. ممكن تكون زي ما قلت من البداية إهمال لصياغة العقود، ممكن تكون لسوء تصرف من إدارة الشركة. أغلب القضايا اللي هي تصل للمحكمة قضايا تصفية، سواء كانت اختيارية أو قضائية، تقام بنفس الوقت معها إما من المصفي أو إما من الشركاء دعوة محاسبة مدير اللي هي مسؤولية المدير. يكون المدير أساء التصرف، هذا يؤدي إلى التعثر. الأمر الثاني، ممكن أنا بدخل شركة نقول رأس مالها 100,000، أنا أو شريك معي، أنا قلت لا بدفع 50,000 حالياً و50,000 بعد ممكن أن تدفعها بعد شهرين، والشهرين ممكن تصير سنتين. هذه الأشياء تسبب تعثر، لأن من البداية إحنا ما سوفينا الشروط اللازمة لتأسيس الشركة. الأمر الثاني، تجيك شركات توها بادية تقول أنا بدخل شريك بالجهد. طبعاً هذا يعني متعارف عليه ومقر به نظاماً، أنا بدخل شريك بالجهد والطرف الثاني حيدخل شريك بالمال. طيب مع مرور الوقت هم ما قيموا قيمة الجهد، هل الجهد هذا حيحقق لهم مال ولا لا؟ هنا تصير المشكلة، تبدأ تصير المشكلة، الجهد ما حقق مال، خابت التوقعات. هنا كده تصير المشكلة، بعدها تؤدي إلى التعثر. الأمر اللي بعده الاحتياط النظامي. طبعاً نص نظام الشركات على أنه ترحل 10% كل سنة من الأرباح للاحتياط النظامي، الأرباح الصافية، عشان لو لا سمح الله صار فيه تعثر يعالج بالاحتياط النظامي. طبعاً أنا على قد ما أني أنا أشوف مستفيدين وعملاء، أرى أنه الاحتياط النظامي هذا دائماً مهمش، أو ممكن يكون أحياناً يعني قد يكون صوري أو يتم الاتفاق عليه ولا يتم الاتفاق عليه، لا يتم العمل به، وهذا أمر جداً مهم. الأمر اللي بعده زيادة عدد الموظفين. يعني أنا أشوف أنك كشركة متعثرة ممكن أنا يجيني شركة متعثرة شيء بنصحها بقولها كم موظف عندك؟ قالت والله عندي كذا وكذا، طيب قللي عدد الموظفين بطريقة ما تجحفهم ولا أنك أنت تظلمهم، بس بطريقة أنك أنت تحمي نفسك بعدين، أنك أنت يستمر الدخل حقك ويستمر أنك أنت ما ظلمت باقي الموظفين اللي يمارسون العمل. طيب الرواتب، كيف هي الرواتب حقتك؟ الرواتب ليش تكون عالية إذا دخلك أنت مو عالي؟ ليش أنت تصرف أكثر منك تدخل؟ أنت قاعد تخسر. هذا يؤدي إلى التعثر اللي ممكن يرجع، ممكن يجي بعدين. التعثر طبعاً يؤدي إلى تصفية الشركة، طبعاً هذا كله ما نبغاه حنا. الأمر اللي بعده، إذا النشاط اللي أنت تمارسه نشاط ما يحتاج مقر، ممكن تمارسه أونلاين، كذا أنت قاعد تخفف المصاريف اللي عليك. لما تخفف المصاريف اللي عليك بيزيد عندك الدخل، حتقدر أنت تمارس فيه أشياءك الثانية. هنا أنا عضيت تقريباً الحين مشكلة قانونية ولها حل. الأمر اللي بعده، أثناء التعثر صار لا سمح الله تعثر، خلاص ما قدرنا إحنا نطلع منه، عندنا يعني إجراءات نظامية نص عليها بنظام الشركات وإجراءات أخرى تقي من التعثر. يعني ممكن تحاول ترجعك، يعني أنت طحت شوي ممكن ترجع تقوم من جديد. الأمر الأول أنك تخفض رأس المال، طبعاً هذه إجراءات منصوص عليها بنظام الشركات. الأمر الثاني، يمكن تلجأ إلى الاندماج والاستحواذ، اللي هو الحين إحنا بأسبوع الاندماج والاستحواذ، ومستشارين الباقيين أكيد إنهم غطوا الموضوع أكثر مني، بس هو من الأمور التي قد تساعد في نهوض الشركة من جديد. الأمر اللي بعده، إدخال شركاء جدد. لكن إذا أنت بتدخل شريك جديد، أنت لا تفكر فيه بس أنا باخذ منه رأس مال خلاص بعدها أعطيه أرباح، لازم يكون العقد محكم بينكم. أنا دائما نصيحتي لرواد الأعمال، أنت لازم تبني المنشأة حقتك على أسس ثابتة عشان ما تهتز بعدين، لأن إذا اهتزت أنك أنت ترجع تثبتها من جديد صعب جدا. لكن أنت تبنيها لبنة لبنة مرة أسهل من أنك أنت بعدين لما يصير في خدش بسيط أنك تراجعها. ممكن تقول لي أني أنا ما أقدر، يعني مثلا أنا لو بجيب محامي أنا ما أقدر أتحمل التكاليف. طيب التكاليف اللي ممكن تجيك بعدين أكثر بكثير من التكاليف اللي أنت ممكن تدفعها حالياً. طبعاً يعني بغض النظر أن أساساً مركز دعم الأعمال ما راح يقصر بالاستشارات اللي هو راح يقدمها. الأمر اللي بعده، تحصيل الديون. أنا إيش أقصد تحصيل الديون؟ الحين إذا أنت عندك عقود ولا أحكمت عقودك، كذا أنت راح تتعب بتحصيل الديون. لكن بالمقابل خلينا نشوف من زاوية أخرى، أنت عندك ديون كفلت حقك فيها لدرجة أنك أنت ممكن أخذت سندات نظامية عليها ممكن تنفذها بعدين،
أنت كذا إذا مريت بضائقة مالية تنفذ السندات لأمر مثلاً، بعكس أنك والله اتفقت مع واحد اتفاق شفهي. طبعاً أنا ما أقول هذه الأشياء من أن ما تصير، هذه كلها صايرة، فأنا قاعد أقول لكم من الواقع العملي اللي قاعد يصير. أنت احكم عقدك، ولو في سندات بعد أوراق تجارية أنت حتضمن حقك زيادة، ما راح تواجه تأثر ثاني. الأمر اللي بعده، الحين وزارة العمل ما قصرت، سوت شيء اسمه نظام العمل عن بعد، نظام العمل المرن. كذا أنت تحاسب الموظف على حسب ساعات العمل الفعلية. بالمنشآت اللي توها بادية صغيرة والمتوسطة، أنت ما راح يضرك أنك أنت تجيب موظفين إذا أنت بحاجتهم وتحاسبهم على العمل المرن، تحاسبهم على العمل عن بعد. كذا أنت قاعد تقلل المصاريف. طبعا أنا أجيب لكم إياها من ناحية أمور نظامية، بس من ناحية أخرى ممكن ترى مستشارين الماليين يفيدونكم بتقليل المصاريف أكثر مني. فعشان كذا أنا أقول إن إحنا قاعدين كأننا إحنا نتبادل أفكار، نستعرض أفكار نظامية وقد تدخل فيها مجال آخر غير النظامي، لكن إحنا نتكلم فيها سوا. الأمر اللي بعده، تقليل الإنتاج. إذا أنت مثلاً عندك مصنع وقاعد ينتج ما قاعد تبيع، طب تقلل الإنتاج. أنت لازم تدرس، لازم تتابع. يعني المشروع ترى يبغى له، ممكن في ناس تقول إنه بعد سنتين يجيني الربح من مشروعي، أنا أشوف إن الربح ما راح يجيك إلا بعد 3 سنوات ورا، لأنك أنت من البداية لازم أنت تحاول إنك تخلي مشروعك واقف قائم ما يهتز. الاهتزاز هذا حيأثر عليك. طبعاً من ضمن أهم أسباب اهتزاز المشاريع الشركة، للأسف الشديد إنك أنت ما عرفت تختار شريكك، وحتى لو إنك عرفت تختار شريكك ما عرفت كيف تتفق معه. عقدك معه غير منظم، عقدك معه غير مثبت. خلاص حنا آمنا بالله، ما تثبت عقدك خلاص، عقد محاصة. النظام كفلك نظام الشركات، قال ترى عقود المحاصة بمجرد إن أحد منهم يشرها تحول لشركة ذات مسؤولية محدودة. فهذا الأمر جدا مهم، لأن بمجرد زعزعة بين الشركاء راح يتأثر الكيان إيش ما كان الكيان. الأمر اللي بعده، إذا أنت عندك عقود وعندك التزامات ومو قادر تحصلها، تفاوض مع الغير. التفاوض مع الغير راح يقلك من المشاكل. قل لهم أنا والله أمر كذا وكذا، أحتاج مهلة زيادة. تفاوض معهم أفضل من إنك أنت يعني دائما بغض الإنسان، الإنسان نفس الإنسان، إنك أنت تطلب منه إنه يعطيك مهلة، أفضل من إنك أنت تقول لا خله متى ما طالبني، لأن ممكن بعضهم يأخذون هذا الموقف موقف سلبي بالنسبة لك. الأمر اللي بعده، إذا أنت والله موقع مع أكثر من مورد، طيب أنت وتحس إنه قاعد يكلف الموضوع، أنت راجع الموضوع، رح تجيب لك ناس بسعر أقل. هذه كلها أنت لازم تدرسها. ما في أحد بالدنيا سوى مشروع وقال أنا والله خلاص أبي يدر علي ربح بدون ما أسوي شيء، ما في. هذه مستحيلة مستحيلة. إذا أنت كذا خلاص برح أشتري لك أسهم مكان ثاني، خلاص أنت شوف عاد السوق وش بيصير عليه. الأمر اللي بعده، إذا جينا إحنا بنشوف خلاص فشلت كل المحاولات، المحاولات كلها فشلت، وش بنسوي؟ بنسوي أمرين. الأمر الأول وفق نظام الشركات، والأمر الثاني وفق نظام الإفلاس. جينا حنا بنسوي إعادة هيكلة وفق نظام الشركات. طبعاً نظام الشركات إيش يقول؟ يقول إذا تجاوزت الخسائر الشركة 50% من رأس مالها، أوجب النظام أن تسجل الشركة واقعة الخسارة في السجل التجاري. هذا وجوباً. أنت رأس مالك صار فيه خسارة 50% عذراً من رأس مالك صار فيه خسارة، تقول الحين أنت رأس مالك 100,000، 50% هذه خسارة، لازم تسجل بالسجل التجاري. وجوب أوجب عليك النظام أن الشركة هذه قاعدة تخسر. وبعدها ممكن أنت تحل الشركة، أو أن زي ما قلنا إحنا الطرق اللي قبل، أنت تشوف إيش ممكن أنا أسوي، إيش ممكن أنا أحل. طبعاً نظام الشركات يعني ونظام النظام الإفلاس كلهم فيهم تصفية. وش الفرق بين الأمرين؟ نظام الشركات وش يقول؟ يقول إنك تبي تصفي أنت خلاص 50% خسائر من رأس المال، تبي تصفي. عندك خيارين، تصفية اختيارية أو تصفية قضائية. حنا بنلجأ مثلاً نقول التصفية الاختيارية، لازم يكون بموافقة الشركاء، الشركاء يوافقون يحددون ويوقعون، بعدها نسوي التصفية الاختيارية. ما الشركاء مختلفين وما يعني ما قدروا يعينون أحد، أو ولا واحد فيهم ممكن يعينون أنفسهم، بس صار في اختلاف يلجؤون إلى التصفية القضائية. كل الحالات لازم تكون أصول الشركة تغطي المديونيات. من جاء للتصفية القضائية تحل المحكمة التجارية، يعين فيها مصفي، يحدد فيها أتعاب المصفي، المصفي يوزع الأصول ويوزع كل شيء على حسب المديونيات اللي موجودة على الشركة، حتى يعلن إفلاس الشركة وتصفيتها بالكامل كأنها هي غير موجودة الحين. خلصنا حنا من ما نص عليه في نظام الشركات، ندخل حنا إلى ما نص عليه في نظام الإفلاس.
نظام الإفلاس أشكال قال إذا كان فيه مدين يعاني من اضطرابات مالية يخشى فيها تعثره، أو إذا كان متعثر أو إذا كان مفلس. أنا يا نظام الإفلاس أقدر أحط لك قوانين أنظمة ممكن أنت تعينك بحيث أنك تقيك من الإفلاس قبل ما أنك تقع فيه. النظام يشمل إجراءات وقائية تقي من الإفلاس، ويشمل إجراءات خلاص حصل الإفلاس خلاص بعدها ممكن تصير وتحل فيها الشركة. طبعاً كما هو واضح عندكم بالعرض، النظام الإفلاس تقريباً 8 إجراءات يكفلها، اللي هو إجراء تسوية وقائية، إجراء إعادة تنظيم المالي، التصفية، إجراء تسوية وقائية لصغار المدينين، إجراء إعادة تنظيم المالي لصغار المدينين، التصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية. نبدأ واحد واحد. إجراء التسوية الوقائية هو إجراء ييسر توصل المدين إلى اتفاق مع دائنين على تسوية الديون مع احتفاظ المدين بإدارة نشاطه. هذه ممكن أوضحها. خلينا نشوف اللي بعدها اللي هو إجراء إعادة تنظيم المالي عشان نعرف الفرق بينهم. إجراء إعادة تنظيم المالي وهو إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنين على إعادة تنظيم المالي لنشاطه ولكن تحت إشراف أمين الإفلاس. وش الفرق؟ الأول المدين يقدر هو يمارس النشاط، يقدم اقتراح مقترح للمحكمة، المحكمة تصير تابعة اللي هي المحكمة التجارية، لكن هو اللي يمارس العمل. الإجراء اللي بعده لا، خلاص تكف يده عن ممارسة النشاط، يصير بداله أمين الإفلاس، يتحكم بالنشاط كاملاً، وهو اللي يقدم المقترح وهو اللي يتابع مع القاضي كل الأمور، هذه هو اللي يسويها. بعدها بنشوف حنا إجراء التصفية، إجراء يهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلتها على الدائنين تحت إدارة أمين الإفلاس. يعني التصفية خلاص إحنا ما فات تسوية وقائية ولا فات إعادة تنظيم المالي، بنرجع للتصفية خلاص إحنا بنصفي، خلاص هذه فيها بيع أصول وسداد ديون. طبعاً كل هذا بمتابعة المحكمة. الأمر اللي بعده في شيء اسمه التصفية الإدارية. إيش هي التصفية الإدارية؟ حنا قلنا من البداية أن ما في إجراء تصفية يقع إلا إذا كانت أصول الشركة تكفي لسداد الديون. إجراء تصفية إدارية وش يقول؟ يقول إجراء يهدف إلى بيع أصول التفليس التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصاريف إجراء التصفية تحت إدارة لجنة الإفلاس. هنا أنا أفلس تماماً، أنا ما عندي ولا شيء أغطي فيه المطالبات اللي علي، أنا أرجع إلى التصفية الإدارية واللي يقوم بالأمر هذا كله لجنة الإفلاس. الأمر اللي بعده حنا جينا حنا حكينا عن إجراء التسوية الوقائية وحكينا عن إجراء إعادة تنظيم المالي. كل إجراء يترتب عليه أشياء، طبعاً يترتب على إجراء التسوية الوقائية وإعادة تنظيم المالي استمرار الشركة بالنشاط. الشركة تستمر لكن مع متابعة المحكمة. المحكمة تصير تبيع تقارير، أنت وش سويت؟ أنت وش صرت؟ أنت وش ده؟ هل تحسن وضعك؟ ما تحسن وضعك؟ هل أنت الحين يعني حليت مشكلة التعثر ولا ما حليتها؟ هل أنت الحين ممكن أنك تصفي؟ ممكن أنك ما تصفي؟ يصير متابعة من المحكمة، وهذا أمر جدا جيد أنا أشوفه، لأنك أنت بتتابع من ناس مختصين. يعني ما راح أنك أحد بيتابع معك شخص بدأت بالتسوية الوقائية إذا هو المدين هو اللي بيعلن الإجراء. القاضي حيكون معك أول بأول وعدد من الخبراء والمختصين. الأمر الثاني إحنا قلنا التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي أنه يترتب عليهم أنك أنت تمارس نشاطك لكن مع متابعة المحكمة. نشوف اللي بعدها اللي هي التصفية، يترتب على إجراء التصفية عدم استمرار الشركة بمزاولة نشاطها التجاري والبدء بإغلاق كافة ملفات الشركة لدى كافة الجهات والحسابات البنكية ودعوة الدائنين لتقديم المطالبات وسداد الديون من أموال الشركة حتى إلغاء السجل التجاري. يعني الشركة تصير كأنها لم تكن، تصفى بالكامل لدرجة حتى السجل التجاري بالأخير يشهر أنه هذا السجل خلاص صفى ويلغى تماما، فما في أبدا جدوى من استمرار النشاط. طبعا احنا في نقطة احنا ما ذكرناها اللي هي انت لما الحين خلاص بتصفي الشركة سواء بالتصفية الاختيارية او القضائية او بالتصفية اللي تخضع لنظام الافلاس، حيكون في مصفي اللي هي بالاختيارية والقضائية. المصفي يمسك امور الشركة بالكامل، يعني الشركاء والمدير الشركة ملزم انه هو يزوده بالقوائم المالية، يزوده بجميع المستندات، لانه هو بيكون المتصرف بالشركة نفسها خلاص، ولا احد يتصرف فيها غيره. نفس الشيء بالتصفية، حيكون أمين الإفلاس هو اللي المعين، طبعاً هو اللي قائم بالأمور. حنا كيف ممكن إحنا نفصلها؟ حنا لو شفنا مثلاً إنه في شركة صار فيها مثلاً تعثر مالي بسبب تصرفات مدير الشركة، مدير الشركة أخل بالتزاماته، مدير الشركة
بدأ مصالح الشخصية على مصالح الشركة، صار يحول من حساب الشركة لحساب الشخص، وهذا شفناها احنا بواقعنا العملي. طيب المصفي وأمين الإفلاس يقدر يقيم دعوة على المدير، هذا محاسبة مدير، أنا أبغى حاسبك، بحاسبك مثلا من 2017-2020 اللي أنت المتحكم بالحسابات، وش صار بهذه الفترة؟ الفلوس وين راحت؟ ليش في فلوس راحت لحسابك الشخصي؟ فهذه كلها يسأل فيها ليش، عشان ما ينظلمون بقية الشركة. تقريبا هذا اللي أنا عندي، اللي هي نقاط رئيسية. ودي الحين نفتح باب الأسئلة، لأن أنا بالنسبة لي أن الأسئلة هي اللي تخلينا إحنا نسترسل بالكلام. فأستاذ مقرن لو تشوف لي الموضوع. جميل جدا. طيب ننوه على كافة الحضور أنه راح نستقبل بإذن الله أسئلتكم واستفساراتكم عبر أيقونة الكيو أند أي أسفل الشاشة. عندنا أول سؤال. أول سؤال يقول: ما الفرق بين التصفية الاختيارية والتصفية وفق نظام الإفلاس؟ التصفية الاختيارية والتصفية وفق نظام الإفلاس، التصفية الاختيارية يتفق عليها الشركاء زي ما ذكرنا قبل، يكون في قرار شركاء، يجتمعون الشركاء ويقولون احنا بنصفي الشركة وبنعين المصفي فلان الفلاني حيصفي لنا الشركة، واحنا كلنا متفقين على التصفية، فخلاص يعني ما نشوف انه في جدوى من ممارسة النشاط. التصفية اللي تحت نظام الإفلاس يكون في مشاكل بالشركة، فيه مديونيات، التصفية وفق نظام الإفلاس ممكن يقوم فيها المدين، ممكن يكون في يقوم فيها الدائن. أنا لو أبغى من الشركة فلوس أنا ممكن أروح أطلب فتح إجراء تصفية، بعكس التصفية الاختيارية اللي تكون باتفاق بين الشركاء. جميل جدا. هناك سؤال آخر يقول: ما هي الطريقة التي تحمي الشركة عند إبرامها لعقودها مع الغير من التعثر المالي؟ أفضل طريقة أن العقد زي ما قلنا بالبداية يكون محكم، وأن تكون الالتزامات واضحة. يعني مثلا نقول أن العقد بيكون على دفعات مالية، تمام؟ الدفعات المالية يكون فيها سندات لأمر على الأقل، تأخر هو عن الدفعة أنا راح أنفذ عليه بمحكمة التنفيذ. ممكن الإنسان يقع بحرج، لكن إذا كانت هذه طريقة تعامله مع الغير تماماً، يعني هي بداية تعاقد بيكون كذا، حيكون الأمر طبيعي. غير كذا لازم الالتزامات ينص عليها بالتفصيل بالعقد، عشان كذا احنا قلنا بالبداية أن الأفضل أنك أنت، في عبارة دائماً تقال أن الوقاية خير من العلاج، وأنا مؤمنة فيها بالكامل بجميع الأمور. لكن فعلاً إذا أنت فكرت فيها، أنت الحين أنك تقي نفسك بأنك تصيغ عقدك بصياغة محكمة، ولا أنك بعدين تروح تلاحق الناس تقول لهم أعطوني فلوسي اللي عندكم. فأنك تصيغها ويكون العقود واضحة، وأنك حتى يكون فيها مثلاً على الأقل إثبات بالدين لدرجة أنك تلجأ المحكمة التنفيذ اللي تنفذ بدون أنت ما تشوف القاضي حتى، ممكن أفضل من أنك أنت تخلي العقود مبهمة. وإحنا عندنا للأسف ثقافة أن أنا أثق فيك، خلاص أنا ببيع وبشتري معك. طيب وين عقدك؟ أنا قبل تقريباً أسبوع جاني مستفيد ما عنده ولا عقد مع الغير، ولا عقد، يعني ماشي على البركة على قولتهم. أنا اتفقت معك كذا وكذا، خلاص خلصنا. طيب أنت شلون تضمن حقك؟ أنا ما أقدر أضمن حقي، اللي بيجيني هذا بيجيني من ربي، اللي راح علي ربي بيعوضني عنه. طيب وانت جهدك؟ طيب والأعمالك؟ وهذا المستفيد اللي جاني ترى كان عنده بزنس عظيم جداً، مع ذلك ما يحس انه يقدر يوقع عقود. وش فكرتها؟ انه انا اقع بحرج، انا ما اقدر اوقع عقد، انا ممكن اني انا احرجهم اذا بيوقعون معي عقد. انا المفروض هذه، احنا الحين وصلنا 2020، المفروض هذه الثقافه اندثرت من زمان. يعني انت ما حد يضمن حقه الا بالعقد. عشان كذا الحين مثلا الانظمه كلها صايره تراعي جانب العقود. يعني امس كان عندنا ورشه عمل عن العقود الالكترونيه مع المحامي مشروع العتيبي، حتى العقود صارت الكترونيه، صار الامر سهل. انت بس اكتب البنود اللي انت بيها والثاني يوافق عليها، علشان بعدين ما تتعرض لاشكاليه بالمستقبل.
جميل جدا. طيب الله يعطيكم العافية يا كافة الحضور. إذا نقدر ناخذ الأسئلة والاستفسارات وحنكمل بإذن الله إلى أن هل تبقى لنا بعض المحاور يا محامية؟ تبقى لنا جزء من المحاور؟ لا لا، الحين أنا أبغى يكون نقاش، لو أحد يبغى يتناقش معنا هنا سؤال يقول مين يجبر الشركة على أنها تتبع نظام الإفلاس قبل ما تفلس الشركة وتخسر كل أموالها؟ زي ما قلنا أن إذا كنت دائن أو مدين تقدر تقيم دعوة إفلاس بالمحكمة التجارية. يعني إذا مثلا أنت متعاقد مع شركة والشركة أنت تشوف أن فيها تعثر مالي، طيب، وفي مبالغ لك عند الشركة هذه أنت مو قاعد تأخذها، وخلاص أنت ملاحظ أن فيها تعثر مالي لدرجة أن هي قعدت سنة ما سددت لك فلوسك، أنت تقدم للمحكمة التجارية تطلب منها إجراء من إجراءات نظام الإفلاس علشان أنت تضمن حقك. نفس الشيء المدين يشوف أنه هو عنده عقود كثيرة مع الغير، عقود جدا كثيرة مو قادر يوفيها، يرجع لي المحكمة التجارية ويطلب فتح سواء إجراء تسوية وقائية، إجراء التنظيم المالي اللي هي إجراءات وقائية من الإفلاس، أو إجراء التصفية. كذا أنت تقدر توازن، يعني المحكمة تتابع معك، وكمان الدائن ما له ذنب أنك أنت عندك تعثرات مالية، عندك خسارة، هو يبغى يضمن حقه، يحق له يتقدم بهذا الطلب. جميل جدا. هناك سؤال يقول متى يجب حل الشركة؟ يجب حل الشركة بقوة النظام إذا تعدت خسائر الشركة 50% من رأس مالها. هذا يجب وجوباً أن تحل الشركة وأن يكون فيها اجتماع للشركاء ويوضح الأمر ويوقعون عليه، ويوضح ذلك أيضاً بسجل تجاري ويشهر في موقع وزارة التجارة أن هذه الشركة تجاوزت ديونها 50% من رأس المال، فيجب أن تصف، يجب أن تلغى حتى يلغى سجلها التجاري. جميل جدا. طيب حسب ما شاء الله تبارك الله الاستشارات اللي تقدمينها حول هذا الموضوع، اذا نقدر ناخذ يعني نصائح عامه لرواد الاعمال وملاك المنشات وحتى لكل المنشات ستارت اب اللي لسه توها بادئ العمل التجاري حول مواجهه التعثرات الماليه من الناحيه القانونيه، ابرز النصائح اللي من خلال جلساتك الاستشاريه استشعرتي انه من الجيد كرواد اعمال يعرفونها؟ أنا أول ما يجلس معي رائد أعمال أو صاحب منشأة أنا أقول له أنت لازم تبني مشروعك بطريقة سليمة. وش اللي بيبني مشروعك؟ عقودك، ثم عقودك، ثم عقودك. أنت ركز بالعقود، عقودك لو تدفع للمحامي أو المستشار القانوني مبلغ ممكن أنت تحط من المصاريف التشغيلية، أنا أعتبر أنك أنت استشارة المحامي ترى من المصاريف التشغيلية للمشروع، لأن عقدك بعدين اللي قد تبرم أنت بنفسك قد يسبب لك مشاكل تخسرك خسارة عظيمة ممكن تتعدى 50% من رأس المال وتضطر أنك تحل الشركة. فعقدك جدا مهم، هذا أولا. ثانيا أنت بتدخل شريك مع مين؟ أنت هل أنت تعرف الشخص؟ طبعا أنا للأسف اللي دائما يجون تقريبا مجموعة أصدقاء أو أقارب، فصعب يكون يعني يجي يقول لي والله أنا يا وجدان ما أقدر أقول لصديقي أني أنا أبيك توقع معي عقد، أنا ما أقدر، أنا يعني ممكن يزعل مني. طب أنت يزعل منك ولا بعدين تصير بينك وبينه مشاكل؟ أنت لا تخاف، إذا أنت ما أنت خايف على نفسك، أنت جايبها من باب أنه صديقي وعادي عندي الموضوع، أنت إذا هو صديقك لازم تخاف عليه بعد، أنك أنت ما تدري إذا كبر المشروع وش ممكن يصير بينكم. والنظام كفل لكم طبعا إذا هي مؤسسة ولا دخلت معاها أنت تبغى توقع معاها بتصير مستتر لسبب ما، وأنا ضد هذه الفكرة، يعني الشراكة تبدأ فيها من البداية مهما كانت الرسوم الحكومية إنه ما راح تكلفك، يعني لأنك أنت بتضمن حقك أكثر دائما. إذا كانت الأمور واضحة، كل ما صارت الأمور واضحة كل ما أنت تجنبت المشاكل ما وقعت فيها. فأنت اختار شريكك بطريقة، يعني ما راح، يعني أنت بالأخير ما راح تلقى إنسان زيك بالضبط أو نفس فكرتك بالضبط. أنت اختار شريك ممكن أنت تتفاهم معه، ممكن أنك أنت توقع معه عقد، خلاص مو لازم تتفاهم معه، بس بينكم عقود. ما تخجل أنك أنت توقع معه عقد، لأنه هذا أصلاً حقك وحقه. أنت إذا ما خفت على أنك ممكن يصير شيء بالمستقبل على نفسك لازم تخاف عليه، نفس الشيء. يعني الأمر اللي بعده غير العقود وغير اختيار الشريك، النشاط. أنت لازم تشوف إذا أنت مثلاً، طبعاً يجونا إحنا مستفيدين يقولون نبي نسوي مشروع بس ما ندري وشو،
طب يعني أنا ما أقدر أجاوبك على هذا السؤال، لأن أنا بعد ما أدري وش المشروع اللي أنت ممكن يناسبك. فأنت لازم قبل ما أنك تجي للقانوني أنت لازم تكون دارس مشروعك زين. عشان كذا أنا قبل شوي قلت مركز دعم العمل ما راح أقصر معاكم. يعني أنت تدرس زين، في ممكن تجلس عند تخطيط استراتيجي، عند دراسة جدوى، عند إدارة مالية، عند متخصصين ثانيين متعمقين بالمشاريع اللي ممكن يمارسها الشخص. تدرس فكرتك بالكامل، تعرفها من A to Z. أنا أفهم فكرتي بالكامل، بناء عليها أنا أعرف وش أبي، أنا أعرف وش أبغى أروح على الجهة القانوني. أنا والله أبي عقد توريد، أنا أبي عقد استيراد، أنا أبي والله عقد تسويق. أنا بعرض منتجي، الحين حنا طبعا بعصر السوشيال ميديا، أنا بعرض منتجي بمشهور عند سناب شات، أنا إيش ممكن أسوي؟ إيش عقد اللي بيكون بيني وبينه؟ طبعا أغلب المشاكل تصير إنه ممكن هذا الشخص يحول مبلغ أحد يعني له ولا يضمن حقه فيه، أو يكون العمل الذي أداه اللي بيعلن عنه في تقصير. هذه ليش؟ إنه ما كان بينهم عقد. فكل المحاور هذه تندرج على العقد واختيار الشريك ودراسة المشروع. دراسة المشروع علشان بعدين ما تضطر إنك أنت فجأة كأنك يعني واجهت مشكلة ما لها حل، لأن هذه مشكلة مشروعك أساساً. يعني ما تقدر أنت تحاسب الغير على أمر أنت ما درسته كويس. تقريباً هذه النصائح اللي ممكن أنا أقدمها. فلو في أسئلة ثانية ممكن أجاوب. جميل جداً الله يعطيك العافية. هناك سؤال يقول إذا كان الدائن واحد فقط ولا يوجد ديون أخرى، ولكن تعثر النشاط الصناعي وتحتاج المؤسسة من 2 إلى 3 لتصحيح المسار الحالي، وكان الدائن جهة حكومية والدين عبارة عن قرض والمؤسسة فردية. السؤال لا ممكن تعيد. يس. السؤال خلف هذا الشرح كله، هل أستطيع التفاوض معهم وتقديم الخطة لتصحيح المسار دون المساس بحقوق الدائن الثابتة؟ كانوا قاعد يقول أبغى أعيد جدولة الدين اللي علي من الدائن إذا كانت جهة حكومية، بحيث أني أشرح لهم أنه عندي متعثرات، وعلما أنه الكيان عنده مؤسسة شخصية. طبعا هو يستطيع. أنا قاعد أقرأ السؤال الحين، تعبتك معانا أستاذ مقرن. هل أستطيع التفاوض معهم وتقديم الخطة لتصحيح المسار دون المساس بحقوق الدائن الثابتة؟ نعم، تفاوض أمر مطلوب أساساً. والحين إحنا يعني بعد جائحة كورونا ترى الوضع شوي صار يلجؤون الناس للتفاوض قبل ما يلجؤون لأي إجراء نظامي ثاني، لأن أساساً هذه أزمة مرت على كل العالم وأثرت على كل الشركات سواء جهات حكومية أو شركات خاصة. فممكن يتفاوض معاهم، يقدم لهم مقترح، أنا والله أبغى أسدد الدين زي ما هو قال خلال 6 سنوات بمبلغ وقدره كذا، ويعرض عليهم. طبعاً هذا كله يرجع لموافقة الأطراف، إذا هم وافقوا ولا لا. فهو هذا يحل بطريقة ودية، ما يلجأ فيها إلى الطرق النظامية. جميل جداً. هناك سؤال آخر يقول ما مدى توافق الشريك المناسب إذا كان له، هل نعتمد على أنه إذا كان له عمر بالسوق أو إذا كان جديد، أو إيش المعايير اللي نعتمد عليها في اختيار الشريك؟ أنا أشوف أنه ما له علاقة العمر، له علاقة المشروع والشركاء. طبعاً شخصية الشريك مهمة جداً، وآلية العمل بينهم مهمة جداً، بس إذا عمر معين لا، طبعاً ما له عمر معين. يعني صعب أنك تحدد سن معين للواحد يبدأ نشاطه، مرة جداً صعب. لكن إذا في توافق بين شريك وشريك ثاني، إذا المشروع والله ناجح، درسته دراسة جداً ممتازة، فما في ضرر. جميل جداً. طيب إحنا لو نتأمل في عنوان الورشة للقائنا اليوم والمعلومات الجميلة اللي طرحناها، مواجهة التعثرات المالية من ناحية قانونية. جميل. إيش أبرز الأشياء اللي أنا كشخص بادي نشاط أضمنها من وجه حق قانوني عشان لما تحصل عندي متعثرات مالية؟ ما فهمت عليك، ممكن تعيد السؤال؟ السؤال يقول أنه كشخص موجود في قسم القانون في المؤسسة أو في المنظمة، كيف أضمن لما يحصل عندي تعثرات مالية؟ ذكرنا أنه من خلال العقود وش غيرها ممكن يعني نضمن حقوق. عندك موظف إدارة قانونية، كيف هذا الموظف يحميك من التعثر المالي؟ كيف أنه؟ هذا قصدك؟ نعم، سواء كان موظف أو حتى كان قسم محاماة، عفوا شركة مكتب محاماة ماسك التعاقد مع الشركة.
نرجع ونقول أن العقود أهم شيء يكون هو العقود والالتزامات، تحصيل الديون، تحصيل المبالغ، يعني الدفعة بواحد واحد 2021 تحصل بواحد واحد 2021، ما يكون فيها مدد قد تضر الشركة إذا كان فيها تعثر. الأمر الثاني الموظفين، يعني عدد الموظفين ورواتب الموظفين العالية هذه من أكبر مسببات التعثر المالي، ولا كان ما سوت وزارة الموارد البشرية قبل لو خفضت وحولت بعضها مطلقات، لأن رواتب الموظفين تسبب تعثر مالي، عدد الموظفين تسبب تعثر مالي. ولا ليش وزارة العمل سوت نظام العمل المرن؟ أول ترى ما كان عندنا، صار الحين، لأن في شركات كثير تعثرت. فإذا أنت تضبط عدد الموظفين، تضبط رواتبهم، تضبط عقودك مع الغير، تقلل تكلفة منتجاتك. يعني إذا أنت مثلاً عندك متعاقد مع مصنع يسوي لك كراتين على المثل، طيب كرتون بيكلفك مبلغ وقدره، ممكن مصنع ثاني يسوي لك كرتون بأقل، لازم تصير تراجع عقودك إذا عندك تعثر مالي، علشان بعدين ما تقول أنا عندي تكاليف أنا مو قادر، أنا مو قادر. طبعاً إيش مشكلة التعثر المالي؟ ترى يجي بداية من الإهمال، من الإهمال، مو إهمال إن الشخص مهمل، لا، إنك أنت أغفلت نقطة معينة، أنت أغفلت إن الرواتب عالية، أغفلت عدد الموظفين، أغفلت عقودك مع الغير أشي آلياتها، أغفلت الدفعات، فهنا ممكن يسببك تعثر مالي، وأكيد إنه بيسببك تعثر مالي يعني طبعًا، لأنك أنت لازم زي ما قلنا إحنا أول سنتين هم يقولوا إنه ممكن يرجع لك أرباح صافية ويمشي فيها مشروعك، وأنا أقول أول 3 سنين أنت لازم تكون متابع لمشروعك. عشان كذا أنا دائمًا أنصح اللي عندهم مشاريع إنهم يتفرغون، أنت بتسوي شركة لازم تتفرغ لها. إنك أنت ما تقدر تخلي الشركة تنجح وتستمر وأنت مو قاعد تتابعها. طب أنت ما تدري، أنت ما تثق مدير الشركة إيش ممكن يسوي؟ أنت بتعين مدير تروح تشتغل بشيء ثاني، طب أنت كيف بتتابع المدير؟ عشان كذا أغلب قضايا التصفية زي ما قلت قبل شوي يقام معها بالتوازن معها دعوة مسؤولية مدير، يكون في تقصير من المدير، وأنت كذا حيدخل بإشكاليات ثانية، والأتعاب اللي أنت ما دفعتها عشان عقدك من البدايه انك انت تاسس الشركه بطريقه نظاميه وانك تختار المدير المناسب، حتدفع اضعاف اضعافها عشان انت تقيم دعوه مسؤوليه مدير. جميل جدا، لعله كثير من الحضور اليوم استوعبوا تماما انه خلف هذه المشاكل والتعثرات الماليه لازم كان لازم قبلها ناسس صح، وكان لازم قبلها زي ما تفضلتي ان نلتفت للشركه الصح. جميل جدا، الله يعطيك العافية، وشاكرين لك وقتك وكافة المحاور اللي غطيتيها. شكرا. أيضا نشكركم أنتم حضورنا الكريم على تفرغكم ومشاركتنا اليوم وحضوركم لهذه الورشة. كان معنا المحامية الأستاذة وجدان في عنوان مواجهة التعثرات المالية من الناحية القانونية. أيضا يسعدنا ويشرفنا زيارتكم لموقع تويتر وحساب تويتر عفوا، ومشاركتنا لكافة التعليقات أو حتى الاطلاع على جدول الاستشارات والورش العمل القادمة بإذن الله. يعطيكم العافية. يعطيكم العافية، شكرا لكم.